السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس، وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ هذه الآية. في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا بعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رواه البخاري عن الحسن. قال هنا من؟ قال ابن عباس هذا المثل ضرب لعمل. عمر يسأل ابن عباس يجيب. سأل المجموعة عمر فقالوا: الله أعلم. قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس: في نفسي منها شيء، يعني مو بتردد أو شك، في نفسي منها تأويل، يعني أعرضه عليك رضي الله عن الجميع. قال ابن عباس يعمل، قال عمر: لي رجل غني. هذا اثنين. وين ابراهيم اليوم؟ ها؟ وعندي انا بين قوسين معقوقتين يقول سقطت. ها؟ وأنا عندي كذلك. بس عمر يسأل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. بعدها قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله. ها؟ على كلامهم على النسخ هذه وهي موضعة بين معقوفتين. يرجع البخاري شيخ. والله ليت، لأن معناه أن معناه ابن عباس ما جاء عمل. لو كان الكلام لعمر أن الجوالات أبو عبد الله الرقم موجود ويجيب أنه لك بسرعة. وعمر هذه زائدة في
كثير من النسخ. في البخاري وهكذا النسخ اللي معنا. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. يعني وسكت ما قال شيء. ها؟ ما فسر. لعمل. شو اللي معك؟ طلع كلام ابن حجر بعد. لا ما ترى رقمه 4583 38 4538. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذا الرجل الذي عمل السنين الطويلة ورزق الرزق الوارف الواسع له ولأولاده، ثم بعد أن كبر لعب عليه الشيطان وأشغله بالمعاصي التي أغرقت أعماله الصالحة فقضت عليها، صلى الله العافية. نفس ها؟ نفس الكلام. قال عمر إيه؟ قال عمر لرجل غني يعمل، يعني كأنه ترك التفسير لعمر. نعم، يعني فتح الباب وترك الموضوع لعمر رضي الله عن الجميع. هذا الرجل الذي أغرقت معاصيه حسناته، وفي هذا الوقت الذي احتاج فيه لمن يخدمه أولاده صغار لا يستطيعون أن يقدموا له شيئا، وماله بسبب شؤم المعصية جاءت نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الخاتمة، الثبات على دينه إلى الممات. ابن القيم وغيره يذكرون: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت مما يكتب للحزاز، يكتب على اليد ولا في ورقة وتصق عليها، قالوا إنها مجربة. فما مناسبتها؟ احتراق، 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 لأنه شبه نار. الحزاز شبيه بالنار في شدته وألمه، شبيه بالاحتراق. نعم. ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد ابن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج فذكره، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. يعني الحديث من أفراد البخاري. وهنا المخرج يقول: لم أجده من هذا الطريق في صحيح البخاري، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف. عندكم التخريج شو يقول؟ أخرجه البخاري بسنده ومتنه الأول، الأول الثاني. ثم رواه البخاري. نعم. ما خرجه؟ ها؟ لكن ما قال انه ما خرج البخاري ولا من حفظه رحمه الله. نعم. وفي هذا الحديث يعني قد يوجد في بعض الروايات ولا يوجد في بعض، بعض الروايات تزيد بعض الروايات تنقص عند الإمام البخاري، ونسخة حماد بن شاكر تنقص عن غيرها بثلاثمائة حديث، فلعل هذا موجود في الروايات التامة. ولذا تطرق الخلل إلى صحيح البخاري بهذه الزيادات وتلك الزيادات، لأن هذا الراوي يقرأه على البخاري في وقت أو يسمعه من البخاري في وقت وفيه هذه الأحاديث، ويسمعه غيره في أوقات أخرى متفاوت، لأن التأليف ما ينتهي.
ابن كثير من الحفاظ، فلعله حفظ في بعض الروايات التي لم يطلع عليها غيره. ما يمكن يجب تحديد متأخر الروايات مثل التاريخ والتلاميذ؟ لا، على حسب قوة الراوي، الراوي على حسب قوته وثقته. ابن حجر وغيره تكلموا على الرواة، رواة الصحيح، قال عن رواية الكشميهاني وليس من الحفاظ، وقال في رواية ابن شاكر سقط منها أحاديث، وقال في رواية أبي ذر وهي الرواية المعتمدة عندنا، وقال في كثير من رواية النسف كلهم تكلم عنهم ابن حجر رحمه الله. ها؟ لا يكون لا تجده في التقريب مثلا، مثل ما وجدنا هذا الحديث يصير من 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 الرواة الذين ذهبوا مع مروياتهم. نعم. طبعا هل تتبع الروايات؟ اي تتبع الروايات، ولذلك تجد فرق كبير بينها وبين المختصر لخير المواريث لما في تتبع، تتبع الروايات بأسانيدها. نعم. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ ليست لديه من القوة ما يستأنف به الزراعة، وليس لديه من الولد الذي يستطيع نفعه، بل هم صغار لا يستطيعون أن ينفعوه، وهو مع ذلك كبر سنه وضعفت قواه فلا يستطيع أن يزرع بنفسه ولا بولده، فما لديه إلا الحسرة، نسأل الله العافية. واضح من التاسع، صار بينه وبين البخاري واحد فهو من التاسع. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده ضيعه في شيبته، ضيعه في شيبته، نعم ضيعه في شيبته. هو المناسب للسياق أنه صنعه في شبيبته وضيعه في شيبته. نعم. وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه،
وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال القرآن ضربت للاعتبار والاتعاظ ولفهم المعاني، لأنه بالمثال يتضح المقال، والذي لا يفهم هذه الأمثال، وقد حصل من بعض السلف أنه أشكل عليه مثل فبكى وقال إنه ليس من أهل العلم، لأن الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. مفهومه أن الذين لا يفهمون ولا يعقلون الأمثال ليسوا من أهل العلم، ليسوا من العالمين. فعلى الإنسان أن يعنى بالأمثال. وابن القيم رحمه الله تعالى له في أمثال القرآن مصنف. نعم. حق حجاج العوار. ترى اللي ما يجمع الروايات والنسخ والآن الطبعات والأصول، ترى ما يستطيع الجازم بالحكم، لا يستطيع أن يجزم بالحكم إلا من له عناية بجمع الأصول المعتمدة الموثقة المقروءة على أهل العلم، وهي موجودة والله الحمد، يعني ما ضاع شيء. كم رقمه بتحفظ الأشراف؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول طالب علم حريص على الخير وحريص على الوصول إلى النص المتقن المضبوط، هل اللائق بي أن أجمع النسخ والطبعات النفيسة والمخطوطات الموثقة والتي تداولها أهل العلم علقوا عليها ولو كلفني ذلك من الجهد والمال ما يكلفني، وأضاع علي في مقابل ذلك
أشياء كثيرة جدا، بحيث لو اقتصرت على نسخة واحدة ورددت الكلام فيها وضبطتها وأتقنتها، ولو فاتني ما فاتني من الزوائد، لأن كل شيء له ضريبة. اللي بيعتني بصحيح البخاري فقط يفوت جميع كتب السنة. إذا أراد أن يفرغ نفسه للصحيح يجمع نسخه ويقارن بين ألفاظه ورواياته، العمر لا يستوعب، أو يقول أنا أعتمد على نسخ صحيحة ولو لم تكن أصح شيء ولو تكن أجمع شيء، ومن مسلم كذلك وبقية الكتب الستة، وبدلا من أقتصر على البخاري وأدور حوله أعتني بالكتب الستة. كل له وجه، كل له وجه. وكثير من شيوخنا النابهين البارزين المشهورين الذين لهم عناية بالسنة وغيرها من علوم الدين، لا تجدهم يعتنون ويترددون بين النسخ لتحرير اللفظ. يقول هذا اللفظ بيضيع علينا جهود، أحفظ به 10 حديث، يحفظ بهذه الجهود 10 حديث أو أكثر، أو يتفقه في 10 بدلا من لفظة ثبتت أو لم تثبت. لكن بعض الناس يتعين عليه أن يتفرغ لهذا. نعم، والله جل وعلا حافظ دينه، أوجد هؤلاء الذين يتفقهون في معاني الأحاديث وأحكامها، وأوجد هؤلاء الذين يضبطون الألفاظ ويتفرغون لها، وأوجد من كل ما يحتاج إليه نوع من الناس وصنف من الناس، أوجد حفاظ، وأوجد ناس يفهمون ويحررون وينقحون، وأوجد آخرين يستنبطون، وهكذا. والأمة متكاملة بمجموعها، ولذلك ما ضاع شيء على دين الأمة منها، ما ضاع شيء. ولذلك قد يقول قائل أنا أسمع أن الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، وفلان يحفظ 1,000 وفلان 500,000 وكذا، وينهن ضاعت؟ يقول ما ضاع شيء على الأمة تحتاجه. الأمة بمجموعها معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. ومقصودهم بهذه الأعداد الهائلة بالتكرار وبالآثار، وبعضهم يذكر استنباطات التابعين وغيرهم في حكمها، يدخلونها مثل ما كان يفعل البخاري في تراجمه، يعدونها من هذه الأعداد الهائلة. ولا لو تجمع كتب السنة كلها من غير تكرار ما جت ولا 20,000 من غير تكرار مما يحتاج إليه ولا يغني عنه غيره. ولذلك اللي يطمئنون الآن ويقدحون في السنة ويقولون أن مدة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة 10 سنوات، لو يحدث الليل والنهار ما يفتر أبدا من هاجر إلى أن مات، ومن غير أعمال أخرى، لا جهاد ولا حج ولا صلاة ولا شيء، بس يحدث، ما جاب 1,000,000 حديث، وين راحت؟ الذين في قلوبهم مرض يتتبعون مثل هذه الأمور. ولكن العلماء لهم بالمرصاد، والأمة لم تضيع شيئا من دينها، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف في البخاري إلى آخر ما البخاري يحفظ 10,000 يعني 100,000 حديث صحيح، كما أنه يحفظ 200,000 حديث غير صحيح رحمه الله. والكلام معروف عند أهل العلم، لكن بعد الناس عن العلم الصحيح وتلقيه عن أهله يوقع في مثل هذه الأشياء. جلد الفجار أيضا صبرهم على التنقيب والبحث بما يضللون به الناس، ولا قالوا لابن مهدي هذه الأحاديث الموضوعة
يعني يذكرون كثرتها وهي كثيرة جدا. قال تعيش لها الجهابذة، ما مفلت شيء منه رحم الله الجميع. نعم. إيه؟ مش المعنى إيه؟ يعني البخاري 2500 حديثين من 7500 حديث، يعني الثلث. إذا حذفت المكرر من مسلم بهال 2500 يصفو 1500 يزيد. ما تقول ليش مسلم 1500؟ اللي وافق فيها البخاري قد تكون أكثر. ولذلك يقولون المكرر ابن حجر بالتحرير يقول أحاديث البخاري من غير تكرار 2500 حديثان. وبترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم بدون تكرار 3300 وشوي، كان 30 وحوله هذا بالتكرار. فإذا حذفت 2500 مما يتفق عليه الشيخان من 3300 كم يبقى؟ يبقى الصافي من صحيح مسلم. عرفت الفرق؟ على كل حال المسألة واضحة، إلا من في قلبه مرض ويريد أن يشوش على الناس، وإلا ما الدين محفوظ. عمر الأمة ما تشككت في شيء من دينها حتى نبتت هذه النوابت التي لها أصول من طوائف البدع، ولكل قوم وارث. المعتزلة تعرضوا لهذه الأمور قبل وتلاهم المستشرقون، ثم بعد هذه النابتة من الليبراليين والعلمانيين والمفسدين. نعم. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي والسدي: من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه. كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وليس معنى الخبيث المحرم، وإنما المقصود به الرديء، المقصود به الردي، هو الذي لو جيء به للغارم ما قبله إلا أن يغمض، يعني تسامح، يقول ما أخذناه ما جاء شيء فيتسامح. وأما الخبيث بمعنى الردي ما يأخذه أحد، بمعنى الحرام ما يأخذه أحد، لا يغمض ولا غيره. ولذا جاء في الحديث: كسب الحجام خبيث، يعني ردي، وليس بمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينار، ولو كان حراما ما أعطاه. فالخبث هنا أو الخبيث هنا الردي. فالمنفق والمتصدق ينبغي أن يتخير وينتقي أفضل ما عنده،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مناسبة الحديث عن الكتب، لو يأتي سائل طالب علم يحتاج إلى نسخة من البخاري وعندك نسخ من طبعات القديمة النفيسة الغالية وعندك نسخ مصورة عليها، تقول هذا ردي وهذا خبيث ما لم أعطيه، وبدلا من تعطيه كتاب واحد تعطيه عشرة كتب، أنفع له، لأن هذا الشخص الذي لم يستطع أن يشتري نسخة ما هم ناظر إلا النفائس اللي تباع بالألوف، ولا هم ناظر يبي بلغة. لكن لو عندنا تمر من أردى أنواع التمر وجاء سائل أيهما أفضل، تعطيه ولا ترده؟ ها؟ حسيما إذا كان مضطر. لكن كونك تنتقل من هذا إلى ما هو أفضل منه هو المطلوب. نعم. منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه، يعني تحرص على ما تنفقه على نفسك وولدك أن يكون من أطيب المال، لأن الجسد الذي ينبت على السحت كما جاء في الخبر النار وأولابه، فتطعم نفسك وأولادك أطيب مكاسبك. نعم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسحاق عن الصباح بن أبان بن إسحاق، حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ولا ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشه وظلمه، ولا يكسب عبدا من غشمه وظلمه، غشمه وظلمه، قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان إلى النار. إن الله إلا كان زاده إلى النار، صلى الله إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والصحيح القول الأول. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي قال حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الحمد لله. الآية.
قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل أقناع البسر من أقناعها أخرجت من حيطانها أقناع البسر أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الإسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منه فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ثم رواه ابن جرير وابن ماجة وابن مردويه نعم القنو ما تعرفه ما الذي يحمل التمر كالعرجون القديم تعرفوا العرجون القديم هو مثله بس كان فيه تمر هذا يبس ولا أجل ما أنت بعارف أن العرجد تعرفوه ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان كم نسبة اللي يعرفون العرجد كم نسبتهم بعض الله ما أدري ما أظنهم أقل القليل ولا فلاليخ مستعمل في البيوت كان يعني كان الناس يكنسون بالأرض قنو إذا ما أخذ ما عليه من التمر ويبس صار مكنسة من عبد ما يكون في وقتها ممكن شو؟ هذا الزلف يسمونها منفاح يعني ينتفع به ايه هذا خاصا بي في كل ما ينتفع به نعم سامي الشيخ ثم رواه ابن جرير وابن ماجة وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال ابن أبي حاتم حد شرط البخاري ومسلم رقم 4 بياض في خاء نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص فيه الحشو والشيف والشيص بالقنو فيه الحشف والشيص يأتي بالقنو فيه الحشف والشيص فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء
فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان عن البراء فذكر نحوه ثم قال وهذا حديث حسن غريب صحيح. إنك صحيح يقول هذا حديث حسن غريب. يقول أضيف من سنن الترمذي. يقول أضيفت من سنن الترمذي. صحح الترمذي للسدي. يقول لفظ صحيح أضيف من سنن الترمذي. في المتابعات لكن ما الآن بمفرده. الترمذي يحسن مثله ما يصحح. أي مطبوع؟ أي طبعة؟ الترمذي. ها؟ الترمذي. أي طبعة بس. الترمذي ينبغي أن يستكثر من نسخه. الترمذي الألباني مثل الترمذي رحمه الله الجميع. الترمذي هو الذي نص أهل العلم على أنه ينبغي أن يستكثر من نسخه وتقابل وتصحح لأن بينها اختلافا واسعا في الأحكام. نعم بإذن هذا عندنا في طبعة الشعب المأخوذة عن الأزهرية يقول حديث حسن غريب. طيبه كلام واولاد الشيخ كده. المطبوع غير مراد السدي يقال صحيح بل قال في ابواب الحدود هذا حديث صحيح والسدي اسمه اسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع انس بن مالك وراى حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. يصح له يصح له المتابعات لا بأس. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حنيف ابن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق. وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري ثم قال أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. نوعان رديئان من أنواع التمر أبو الوليد الذي نسبه إليه والطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك. نعم. وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي أمامة ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. يعني الأصل في المسلم أن لا يكون كسبه خبيثا، الأصل أن لا يكون كسبه خبيثا، وقد يتعمد المسلم المعصية وقد يتوب منها وقد لا يوفق للتوبة منها، والأموال الكسب الحرام معروف عند المتقدمين وعند المتأخرين، لكنه في المتأخرين أعظم وأشد، حتى لا يبقى بيت إلا وقد دخله الربا، نسأل الله العافية. والآن بدأ من ينتسب إلى أهل العلم من ينازع في كون هذه المعاملة ربا أو لا، من أجل أن تمشي أموره. ومشكلة هذه البنوك التي انتشرت في بلاد المسلمين تتسامح وتساهل في هذه الأمور وتتتبع الفتاوى الشاذة والرخص، والله المستعان. الزيف يعني المغشوش، يعني مو فضة خالص، خلط منه شيء. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين، قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به، فقلت: يا رسول الله، الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام، أكله خالد بن الوليد، عافه النبي عليه الصلاة والسلام وأكله خالد، هو طيب ومباح، لكنه ما دام عافه النبي عليه الصلاة والسلام فهو يكون أقل من غيره. نعم. فقلت: يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. حينما يوازن التاجر أنه إن أخذ هذا ولا ما جاء شيء، يعني لو جاءه طيب لباعه بمئة، وهذا الردي يمكن يجيب 50 أحسن من لا شيء في عرف التجار عاداتهم، يقبلون عند الإلجاء والإحراج، يقبلون القليل ويرون أنه أفضل من لا شيء. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد: وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم روي من طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك، وكذا ذكر غير واحد. وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير.
ليساوي وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير. وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، ويجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هناد بن السري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن سننيهما من سننيهما جميعا عن هناد بن السري. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن هناد به. وقال الترمذي حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص يعني سلام بن سليم، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال. وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن رستة عن هارون الفروي عن أبي ضمرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ابن مسعود مرفوعا نحوه. عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله إيه عن عبد الله بن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه، ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود، فجعله من قوله والله أعلم. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء،
وفضلا، أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس معنى من معاني الحكمة فسرت بفرد من أفرادها، وإلا الحكمة أشمل مما يتعلق بالقرآن أو السنة أو الدين كله. نعم. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا الحكمة القرآن يعني تفسيره، قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر، رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال النبوة على، لأن من أوتي النبوة فقد أوتي جميع هذا. نعم. وقال أبو العالية الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم. وقال أبو مالك الحكمة السنة. وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل. قال مالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها ذا نظر. تأنيث مجازي. لا، هو التأنيث مجازي، ما يلزم أن يؤنث. تمشي تقول طلع الشمس وطلعت الشمس أفشي. نعم. ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنيا عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، كما جاء في الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرو. قوله يعني من قوله. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة عن إسماعيل أبي خالد به عن إسماعيل ابن أبي خالد به. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. اللهم صل وسلم.